ولنقاش ملف الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في العراق من قبل القوات الحكومية والميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر فرحان. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك. أصدرتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تقريرا عن تهجير 85% من سكان قضاء المدائن في بغداد، وذلك بسبب الاستهداف الممنهج كما جاء في التقرير. ما دلالات منهجية التهجير الذي تعرض له الأهالي؟ نعم، هذه المعلومات التي جاءت في التقرير هي ليست وليدة الساعة، وإنما هي يعني سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي قامت بها القوات الحكومية منذ عام 2003 وإلى اليوم في هذه المناطق، ولا سيما مناطق حزام بغداد والمناطق بغداد. هذه هي المناطق التي يقطنها خليط من المكون الشيعي والمكون السني على حد سواء، وقامت هذه الأحزاب بقوتها وميليشياتها بالتعرض على مكونات هذه المناطق، وقامت ب الكثير من الانتهاكات، منها التهجير القسري والاستيلاء على الأملاك وغيرها من الانتهاكات، فضلا عن الاعتقال التعسفي والقتل خارج القانون. وهذه الانتهاكات هي انتهاكات تجري بمسمى حفظ القانون وتحت رعاية الحكومة، وهذه بالتأكيد هذه هي يعني الجرائم الكبرى التي تنتهك في مناطق حزام بغداد. أستاذ عمر، ما هي الأهداف الحقيقية للحكومة والميليشيات من تهجير أهالي المدائن من مساكنهم وتجريدهم من ممتلكاتهم أيضا؟ جميع منها هو التغيير الديموغرافي وإبدال السكان الأصليين ب سكان من الميليشيات والسكان من خارج العراق اصلا. وايضا يعني هذا عمليه التغيير الديموغرافي هي تنتج او تكون وسيله للتغلغل الايراني في المنطقه، فضلا عن ان هذه القوات هي تقوم بالاستيلاء على هذه المناطق من اجل المصالح الاقتصاديه، لكون هذه المناطق يعني مناطق خاصه ومناطق يعني غنيه بالثروات الحيوانيه والزراعيه، وبالتالي السيطره عليها يوفر مدخولا اقتصاديا لهذه القوات. قضاء المدائن ببغداد وعلى غرار الكثير من المناطق في العراق تم تهجير أهلها، بينما لم تتم المتابعة القانونية. ما هي السبل القانونية التي يمكن اتخاذها لوقف مثل هذه الجرائم المرتكبة ضد الأهالي؟ في الحقيقة إلى الآن هذه عمليات التهجير القسري وعمليات التغيير الديموغرافي والاستيلاء على هذه المناطق الزراعية قائمة إلى هذه اللحظة، ولا يسمح لأهاليها بالرجوع أو التظلم لدى القوات الحكومية. والسبيل الوحيد لهذه القضايا هو التدويل وعرض هذه المشاكل إلى المجتمع الدولي بشكل مباشر، والتعرض لها من قبل القانونيين والخبراء الدوليين، الذين يجب أن تكون هناك لجنة دولية وأممية للتحقق في هذه الأملاك وهذه الانتهاكات، لكون أن الحكومة عاجزة عن توفير الأمن وتوفير القانون لحماية هؤلاء المدنيين من بطش هذه القوات، لأن من يقوم بهذه الانتهاكات هم نفسهم القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك يعني مناصفة أو إنصاف لهذه القضايا من داخل الحكومة في بغداد والحكومات المحلية. شكرا جزيلا لكم مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.